بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مشاهدي خارج نطاق الخدمه في جميع انحاء العالم، مساء الخير على عيون كل حضراتكم، واهلا بكم جميعا في بدايه حلقه جديده من حلقات البرنامج. وحلقتنا النهارده بيتهيألي هتكون صعبه شويه بالنسبه لك. صعب؟ ربنا يقدرني. اي ضحيه من ضحايا برنامجنا خارج نطاق الخدمه يكون قريب او من الاصدقاء المقربين ليك، بيتهيألي ده هيستدعي منك مجهود مضاعف انك تقنعها او تقنعها. لا، ده مجهود كبير جدا ان انا اقنعها ان انا صاحبها وعارفه طباعي، او صاحبه وعارف طباعي وتحركاتي وانفعالات وشي واكذب عليه. فده محتاج ان طب ما تيجي نشوف. يلا بينا، احنا لسه هنقعد. عاملين مع حجاج؟ تحفه طبعا. ها ساعتين ده انا جاي من بنها. ايه ده يا بابا؟ ده حاجة غريبة يا نهى. ميعادك كان الساعة كام؟ ميعادي ايه؟ ميعادي الساعة 4. واتصورت وانا جاي بجري. فين الفرشة الناعمة؟ يعني ايه اتصورت وانت جاي بتجري؟ بجري بالعربية. مين صورك؟ العربية الرادار. اوكي. حاجة بقت يعني بصراحة لا تطاق يعني مع الناس ديت. حجاج على اخره. على اخره معايا من بره. يعني انا اتكلم علشان انا جاية في ميعادي. لكن انا ساعات بوصل للحاله دي مع ناس ثانيه. امري شكرا جزيلا لكل حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في المنازل في جميع انحاء العالم، مساء الخير على عيون كل حضراتكم، كل سنه وكل حضراتكم طيبين، وبنرحب بكم جميعا في بدايه حلقه جديده من حلقات برنامجنا برنامج رؤيا. النهارده عايزين نقول لحضراتكم ان معانا نجم من نجوم الكوميديا، مش هنقول لكم عليه دلوقتي لان في طبيعه الحال لازم الاول نقدم الزميله الرقيقه اللي مشكوره هتشاركني في تقديم حلقتنا النهارده، وهي فنانه جميله جدا امتعتنا بالعشرات من الادوار المختلفه ذات الانماط الشخصيه والنفسيه المختلفه، ولكن دايما كلنا بنفضل نتفرج عليها في الاعمال الكوميديه نظرا لخفه دمها وسرعه بديهتها، وان هي بتليق اكتر كمان في الادوار الكوميديه. عايز كل حضراتكم ترحبوا معايا بالفنانه والنجمه الجميله ايناس مكي. هتعيد دخل تاني ليه؟ ايناس مكي. ايه تاني يا جماعه؟ كاميرا 3 ما خدتش ليه؟ طيب ليه ما خدتش؟ ايناس مكي. يا اخوان انا مش عارفه اقول ايه، عايزه اقول ان انا سعيده جدا بالترحاب الجميل ده، واحب اقول كل سنه وانتم طيبين لكل الساده المشاهدين على جميع القنوات وعلى جميع التلفزيونات.
كريم انا سعيده جدا انه حلقه النهارده هساهم معاك او اشترك معاك في تقديم. انت الاساس. لا ازاي لا لا لا, لا انت نورتنا الحلقه وميرسي جدا لوجودك معانا. وعايزين بقى نرجع تاني نعمل يعني ريفرشمنت كده للسكيلز التقديميه اللي عندك. اوكي انا سعيده النهارده باني بقدم الحلقه مع كريم. يا رب تقديمه الحلقه تعجبكم. احنا النهارده هنقدم دلوقتي نجم كوميديا كبير جدا ليه كم من الاعداد والادوار في تخصص اللاين كوميدي ومع ذلك فعلا ادهشنا في الدراما اللي هي دراما. نجم كوميديا محبوب عندنا كلنا بس للاسف مش هقول لكم الاسم على طول. احنا هنتفرج على الكليب الاول وهنعرف من خلال الكليب مين نجم حلقه النهارده. يا ترى يا هل ترى السادة المشاهدين عرفوا مين هو نجم حلقة النهاردة النجم كوميديان؟ قول يا كريم. حجاج عبد العزيز. حجاج كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب ومنور البرنامج. أنيس ازيك يا جميلة؟ كل سنة طيبة. كل سنة وانت طيب. طيبة. أزمة السينما وأزمة صناعة السينما، لأن الجملة دي أو الكلمة دي اتكررت كتير جدا خصوصا نقديا. كتير من الناس بتشوف إن السينما دلوقتي فيها كتير من المشكلات. البعض الآخر من الناس بيقول لا بالعكس، عجلة صناعة السينما ابتدت تدور شوية أسرع بالمقارنة بالفترة اللي فاتت. أنت شخصيا شايف إن السينما فيها مشاكل ولا لا؟ لا، هو السينما ما فيهاش دلوقتي مشاكل زي زمان، لأن دلوقتي كنا زمان بنعتمد على التوزيع الخارجي وتحكم السوق الخارجي فينا. لضآلة دور العرض اللي موجودة في داخل القطر يعني. دلوقتي في دار عرض كتير جدا، في منتجين كتير جدا، في ممثلين كتير جدا، ومش شرط دلوقتي ان لازم يبقى فيمس قوي او مشهور قوي الممثل اللي بيكون متواجد في الفيلم. بدليل ان في فيلم كان اسمه اوقات فراغ نال اعجاب الجمهور بشكل مزبوط. جميل جدا، بالرغم من ان ما كانش فيه ممثلين يعني معروفين للناس، لكن الفيلم اشتغل وخد حظه وكسب. واعتقد ان المنتج بيفكر في تجربه تانيه شبيهه بتكوين وتركيبه الاسماء اللي عملت الفيلم قبل كده. بس على فكره يا حجاج، هو فعلا في حاله توسع دلوقتي في السينما، وفي الحكايه بقى فيها امل وبقت المشاكل اقل، بس برضو لو جينا بصينا على الاسامي. ايوه، ما توسع وامل في ايه يا ناس؟ ان المساحه بقت اوسع. لا، توسع وامل في ان مثلا يبقى فيه بس توسع سليم وانتشار سليم وتصنيع للسينما للفيلم سليم على اساس الفيلم ياخد حقه. ما هو اصل ممكن برضو الممثل ممكن يبقى ضحيه، يعني الممثل برضو ممكن يبقى ضحيه. ازاي رايح يبقى رايح لمنتج، المنتج ده بيعمل له فيلم، لكن المنتج ده مش قد تجهيز الفيلم ولا قد اعداد الفيلم ولا قد الحفاظ على العوامل الفنيه اللي موجوده في الفيلم، فبالتالي النجم هيفشل. كتير من صناع السينما بيشوفوا ان في بعض النجوم، مش هنقول كلهم، بيغالوا جدا في اجورهم وبيعرقلوا مساله يعني انتاج افلام كتير، لان المنتج بيلاقي نفسه انه بيدفع كذا مليون لفنان واحد بس ناهيك عن بقيه عناصر العمل. يعني الكم الاكبر من الميزانيه رايحه اجور. طب هيصنع عمل جيد ازاي؟ ما يعني يصنع عمل جيد لان المنتج الممثل بيجيب له، النجم ده بيجيب له، بس ده بيجي على حساب كواليتي الفيلم. ما هو كواليتي الفيلم بس اقول لك حاجه، الممثل دلوقتي نفترض طالب مثلا سي 10 قروش مثلا، ال 10 قروش دول بتوعه. يعني عارف ان بيطلب 10 قروش عشان المنتج ده هيجيب 70 قرش. فال 70 قرش دول لما يبقى بينتج منهم ب 30 قرش ويدي الراجل ده 10 قروش يبقى ادي 40 قرش، هو كسب 70 يبقى في 30 قرش في جيب المنتج. فبالتالي من حقه ان هو يطلب ده، ما هياش طمع وما هواش عبط. على فكره لو سمحتوا لي، احنا بنتكلم يعني في عندك ممثل دلوقتي في السوق حاليا بيجيب سي مثلا 15 مليون. بالظبط. لما يبقى 15 مليون وبيطلب منهم 2 او 3، حقه يا جدعان. الناس بتستفز جدا من الارقام الفلكيه اللي بيسمعوها، النجم فلان الفلاني يحصل على 7 مليون جنيه، النظير مثلا بطوله العمل السينمائي كذا، او ياخد 3 4 مليون عشان عمل. ما هو معلش، ما اقول لك حاجه، اصل في حاجه دي احنا الكلمه دي يعني السؤال ده مضايقني شويه. اصله ارقامهم
ما عليهاش تعتيم. أرقامهم معروفة ومقروءة ومتشافة ومسموعة. تعرف المقاول لكن تعال شوف مسؤولين كبار جدا في البلد وحاجات كتير جدا واخدين أكتر من ده 6-7 مرات وعندهم حاجات وعندهم أملاك حاجة. إنما تبص تلاقي الممثل بياخد كذا، ما بياخد كذا عشان اتعرف، لكن في ناس كتير جدا يعني مش معروفين صح صح. إن دول اتخدوا كذا صح. فدي بالتالي وبعدين دي يعني حسن منظورة اللي هي اللي بالزبط. هي الفلوس اللي بتتقال ديت يعني ليه يقولوا؟ بس النقطة دي على فكرة مهمة جدا، تقدر تعرف المقاول اللي اقول لك حاجة يعني انا امبارح لقيت خبر بيتكلم فيه في الجرايد برضو بيقول لك فلان الفلاني مفيش داعي لذكر اسماء يقول لك مثلا انه بياخد كذا، انه مش عارف ايه، انه عنده كذا، عنده كذا ايه؟ طب ما تشوف المسؤولين اللي عندهم كذا. ما في مسؤولين في البلد يقول لك انا باخد مرتب، لكن تبص تلاقي عنده وغير حاجات، عنده املاك وغير عربيات واجنطات وحاجات كتير جدا بتتعامل في البلد. هو ربنا يوسع الرزق على كل الناس. طب احنا مش بنتكلم على كده، احنا بنتكلم بس على ان في فئه محدوده من المجتمع بعيدا عن المسؤولين وما الى اخره، بس في فئه محدوده من الناس بتتقاضى اجور بتصل في كتير من الاحيان الى الملايين في مقابل ان كم الاكبر من الناس مش يعني كريم. الاستاذ حجاج شرحها لك انه احنا علينا السبوت الاعلامي لانه حاجتنا مكتوبه في الجرايد، انما في محاميين بياخدوا مليارات في اواضي انت ما تسمعش عنها حاجه. ده غير محاميين كمان ده بالهبل. في لعيبه كوره، في مقاولين، في مقاولين، في تجار عربيات، ناس كتير جدا بي 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 يعني هو بس يعني هو الكحكة في ايد اليتيم عجبة يعني. منظورة يا بابا، عشان كده بنروح مستشفيات يا عيني، تبص تلاقي حاجات غريبة وتلاقي الواحد اقول لك انا طقم صيني، طقم صيني جايب يعني طقم صيني نازق، واحد عملت اداني تليفون قال لي مبروك يا عم مش عارف ايه توافقت وبتاع انت عامل دلوقتي مش عارف ايه، قلت ربنا يخليك وبتاع، واخد كام يا عم؟ قلت له يا عم واخد كام، ورحت قافل طقم الصيني بنقله عشان اخد طبقين ورقه، لا مش طبقين، ورقه كده كنت عينها، لقيت لك الطبق الصيني ده كله نازل على الارض، نازل على الارض يعني انا بقيت خايف من مراتي لا تمشيني من البيت. لا بس دي شخصيه، انا ده مين فعلا بجد؟ ايه القمر ده؟ ازاي منوره الدنيا؟ لعلمك اقول لك حاجه، في ناس كتير جدا بجد تبص تلاقيهم مثلا ايه، انت واخد سندوتش زيه، سندوتش انا بكلمك على سندوتش وتلاقيه يا عم بصص لك على سندوتش طب انت واخد زيه البوفيه اوبن بوفيه فرح مثلا، يبقى واقفين كل واحد بطبقه علشان يا مش عارف ايه طب ما انت بتعمل طبق زيه، يقول لك خدت ايه كلت ايه خدت ايه، ويبص لك كده ناقص يقول لك خدت شوك ويروح مقلبك وهو واخد شوكك حاجه. ده رجل الشارع العادي ده اللي انا بس كريم. لا مفيش يا كريم، لا مش ضد الغنى، لا 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 ايوه انا بقالي ربع ساعه بقول كريم. لا انا مش سامعك سوري، عايز ايه كريم؟ معلش يا استاذ حجاج بس ده انا حضرتك مش محلوقه كويس ولمعانه جدا، ما انا جاي من التصوير يا جماعه. معلش ممكن بس تنزل الماكير يا جماعه، مساعد المخرج ياخد الاستاذ حجاج للماكير. مش ممكن نكمل كده بعيد وبعيد يعني؟ لا يعني اطلعك شكلك ما تخشش عليا قوي بالكاميرا يعني، مش عايز اصور. لا يا اما الماكير يجي هنا يظبط، بس مش هينفع، لازم استاذ حجاج يطلع يظبط على طول. معلش هو مش سايب فرصة للحوار لو انت خدت بالك، انا حاولت المقاطعة 3-4 مرات. طب اعمل ايه بس يا شريف؟ قرود يا بابا، الوسط تحول لدينا الى قرود، الوسط تحول لدينا الى قرود، الوسط تحول لدينا الى قرود. في ايه؟ بتسهبله ولا بتصعبطه ولا ايه؟ بتستهبله ولا بتصعبطه؟ يا استاذ حجاج، يا استاذ حجاج في ايه بس؟ صل على النبي، استهدى بالله في ايه؟ عليه الصلاة والسلام. صل على النبي. الله ايه الحدوته؟ مفيش طريقه كده خالص. هم بيستعجلوك عشان فاهمين ان انت اللي ما يستعجلوك. طب انا من الصبح مرمي. مش الغرض انت اللي كنت مستعجل، هم بيقولوا لك كده عشان انت اللي مستعجل. يا استاذ العزيز ده داخل عليا وانا بوضب دقني من تحت بالسفنجه، لقيته بيقول لي يلا يلا. معلش هو بس خانه يعني الطريقه خانته. معلش 5 4 3 2 1
استاذ حجاج نجم من نجوم الكوميديا الكبار، عايزين نعرف امتى هنشوف فيلم سينما بطوله حجاج عبد العظيم اسم بيع وتوزيع منفردا؟ ما يهمنيش انا اعمل بطوله فيلم، وما يهمنيش ابقى بطل، انا ممثل ناجح ومطلوب والناس حباني الحمد لله، واحساس عندي ان انا نجم النجوم. ده حقيقي وحاصل في قلوب الناس. ليه مش لان اي فيلم طبعا ما بيتقالش ما بيتقالش بالمقياس ولا بيتقال باي حاجه ولا بمساحه الدور بقى كده، لكن بيبقى فيه حب طبعا، حب المتفرج. هو هم دولت اللي بيعملوا احساسهم او احساسي بيهم واحساسي باعجابهم، هم اللي بيخلوني نجم ونجم النجوم، وانا احسن ممثل وانا حجاج بطل كبير جدا. ولكن ده طبعا ما بينفعش ان هو يتقال انا اسمي فين او انا اول واحد. او في فيلم زمان كان بيعمله المرحوم عادل ادهم، الناس طلعت من الفيلم لو عادل ادهم مكتوب الخامس، راحوا ماسكين حته فحم كده وراحوا شاطبين وكتبوه اول واحد صح. عادل ادهم جماهيريا فجماهيريا صح. انا راي الجمهور وحبا، لان حب الجمهور وراي الجمهور و استحسان الجمهور عليا في كل صغيره وكبيره، ده حجاج ده احنا من الخط ده بالنسبه لي كبيره جدا في 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 شهرتي وفي تاريخي وفي مشواري اللي انا شغال فيه. حجاج انا لكن ما ينفعش ان يتقال ايه نجم وبطل. عايز اقطع بس كلامك دي واحده بس علشان انا يعني السؤال ده دايما اتساله. يعني ما ينفعش انا بطل دوري، انا بطل دوري، انا نجم نجوم عملي، لان انا عملت مشهد او مشهدين في فيلم محامي خلع، طلعت قلت الو سموحه، الناس كلها بقت من الشارع بدات تقول سموحه، الناس كلها بدات تعجب بشخصيتي اللي هي معموله في الفيلم اساسا، لكن مش معموله بدور او بمساحه لكن المساحه ديت اركنها على جنب. حجاج ده المساحه دي كانت زمان، كانت زمان لكن دلوقتي ما كانش ما فيش حاجه اسمها. لا اصل السؤال ده دايما انا بتساله، ما انا بتكلم انا بجاوب على اساس ان برضو ده لازم يترد عليه في برنامج مشهور وبرنامج مع كريم كوجو وبرامج الاي ار تي وقناه الاي ار تي اللي الناس كلها بتشوفها. دي فرصه انا طيب. لازم ان انا انادي من خلال اهو بقول الاي ار تي البطل ليس بالمساحه ولكن بدوره، حتى لو بيقول مساء الخير يا جماعة. عايز أوصل بقى من النقطة دي عاوز أوصل لنقطة مهمة يا حجاج من خلال ردك. ما ردي هو ده ردي اللي أنا بقول عليه، ما أصل ردي اللي أنا بتكلم عليها يا ناس إن المفروض إن الممثل مننا، في ناس كتير جدا يقولك أنا دوري قد إيه، هو قد هو مش راح يأجر شقة، هو راح يجي يعمل دور تركيبه. حجاج انت لو لابس واقف في طابور مثلا وفي حد لابس مثلا تيشيرت اخضر وكل الناس لابسه الوان، هيقولوا مين اللي لابس تيشيرت اخضر هنا؟ هيجيبوا الراجل ده. عاوزين بس انا دوري هنا دور ما لا ما احبش اسماء يا ايناس، ما احبش اسماء لنقطه. لا انا ما احبش اسماء، احنا مش بنتكلم عن اسماء، احنا بنتكلم لا انا انا دلوقتي بالنسبه لهنيدي انا احسن محمد هنيدي، سعد احسن محمد سعد، دي بقى ليها علاقه بيه. لا انا ماليش دعوه بحد، صلاح عبد الله احسن، طلعت زكريا انا احسن من طلعت زكريا، هو تخين عني شويه وفي شنب لكن انا برضو احسن منه اوسم منه يعني. الناس دي كلها ما لا ما تتكلمش بقى اللعبه في النقطه دي يا حجاج، النقطه دي انا اسمي حجاج عبد العظيم يا ناس. ما ايوه هي مش بتشكك في حاجه يا استاذ حجاج. ايه المشكله؟ لا المشكله انك انت بتقولي يعني ايه ده بطل ومساحه وامتى هتاخد وامتى مش هتاخد. انا مش عايز اخد دور بطوله، انا بمثل بس يا رب يدم عليا ان انا افضل مطلوب كده وبمثل العالمين. ومحبوب في وسط الناس. بس ربنا يديم الحب منا يا جماعه يا رب العالمين. هل تعتقد من غير ذكر اسماء مش من غير ذكر اسماء النقله الثانيه يا استاذ حجاج دي معناها اكيد في تركه بتتعمل عشان يتحول النجم المحبوب الى نجم؟ مفيش نجم، ما هو من اول ما بيتولد، من اول ما بيتولد على الشاشه هو ده النجم. احنا بقى عايزين نستغل اذا كان حصل حب او كره او استنفار منه. في ممثلين بيطلعوا يفضلوا في كل القنوات بالزبط. انا مره فتحت الكوميدينو لقيت ممثل من كتر ما بشوفه. احنا بعد فتحه الكوميديو دي عايزين نتوقف مع فاصل قصير جدا ولا انا عوده مره اخرى، خليكم معانا لسه فاصل تاني. لما نرجع الشريف بعد اذنك بس شوف لنا وقفنا فين قبل الفاصل ده، لان انا تقريبا قطعت ايناس وهي بتتكلم. انا كنت بسال بس هو المشكله ان كل تايمينج معين لازم يبقى في فاصل، عندنا اتنين فواصل. اوكي نزل لنا بس حتى خلي وائل ينزل في تي ار كده من هنا بعد اذنك. هنزل ايه؟ بننزل بس يشوف اخر جزئيه وقفنا فيها فين في الكلام عشان في غلطه تراكور. بنشوفها فين؟ لا هننزلها، بننزلها هنا في الشاشه.
الشاشه دي. ورود يا بابا، الوسط تحول لدينا الى ورود. ورود ايه؟ ورود ده هو إيه؟ نازل. لا ده في التيك، في التيك، تيك اوف. يا شريف انت نزلت حاجه غلط. الوسط. في التيك 5 يا بابا وانا قاعد. تيك 5 ازاي؟ احنا اهو ده مش جوه الحلقه يا بابا. الوسط تحول لقرود وبتاع و... لا دي جمله في وسط الحياه. لو عايزنا نسمعها كلها نسمعها كلها. لا بتكلم عادي. ده فاصل يا حجاج. كان هو مش كلام الحياه. انا قاعده زي ما انت قاعد في اوضتك وانت قاعد في اوضه المكياج. انا قرد يعني؟ لا ليه ايه ليه تاخد ليه تاخد الحوار كده؟ تحول الى قرود ومش قرود. بتكلم انا عموما ان جنرال. وسط يا بابا. وسط وسط بتكلم في العادي يعني. يا حجاج عيب على ايه؟ عيب يعني انك انت تتكلمي يا حجاج. انت يعني تتخيل عني ان انا هقول حاجه سخيفه؟ وانت تتخيلي ان انا ممكن. وانا مش جوه الوسط. او انا مش جوه الوسط. ايوه بس ما يتقالش عليا قرود يعني. مين قال عليك كده يا حجاج؟ انت بجد خدتها كده؟ اه طبعا خدتها كده. لا يبقى ينزل يعني الفقره بقى كلها عشان تتاكد انها مش كده. مش الفقره فاضل الكلام كان انت قاعده مع يعني كريم. كريم يمكن بتشوفيه كل شهرين مره لكن انا صديقك وصاحبك واخوكي. قبل ما تلومني انت يعني واصل لك الموقف غلط. الناس ما تقوليش الكلام ده يعني. يعني ما ينفعش يتقال الكلام ده ولا عيب ولا عيب الكلام ده ولا يتقال قدام الناس دي كلها اللي قاعده. ما ينفعش الكلام ده خالص. توجهني في كلامي. انا بوجهك في كلامي ازاي؟ انت بتقولي عليا ده انا. مين قال ان انا جبت سيرتك؟ انت جبت سيرتي. قلت قرود والوسط ده قرود. حجاج انت ليه واخد الكلام على نفسك؟ ايوه على نفسي لان انا سمعته على الشاشه بتقولي قرود. ما ينفعش استاذ حجاج بعد اذن حضرتك. وانا مش مستريح للحلقه دي بالذات. معلش معلش طب براحتك. طبعا تستريح وتفهم يعني هتقول اي حد تاني. دي حاجه بتاعت حضرتك. حجاج انت كده بتتهمني. مش بتهمك. لا انت بتتهمني قدام الناس دي كلها. شكرا يا ناس على اللي انت بتعمليه ده. متشكر جدا لانك انت يعني انا اخر ما كنت اتصور انك تتكلمي عليا في غيابي. تقول عليا قرود. طيب الوسط ده قرود. هقول لك على حاجه يا حجاج. انت مش هتزعل من نفسك لو انا قلت له ينزل الفقره وبيكلمني عن بقيه الحلقات فقلت له لازم مش عارف ايه. بتكلم ان جنرال. ايه اللي جاب عليك؟ بقيه الحلقات والجنرال. ايه اللي جاب عليك يا حجاج؟ ده انا قاعد بتكلم. على فكره انا اللي ازعل منك. مين اللي جاب الكلام عليك اصلا يا حجاج؟ انت اللي اتكلمت عليا. بقول لحضرتك لا يا سبحانك يا رب. اجيب لك الناس اللي قاعده. اجيب لك الناس اللي قاعده. لا يا كريم مش كده. انت بتحاسبني على شوط متاخد في حياتي انا. المفروض انك انت تحترمني. ما تخليش زي ما تتكلم عليا. انا بقول لحضرتك كنا في فاصل والكلام مش عليك. لا يا كريم مش كده. لا حول ولا قوه. طب اهدى بس. استهدى بالله استهدى بالله يا استاذ حجاج. على فكره والله العظيم انا مستغربه ان العشره بيني وبينك. انت مش لما العشره مش لما اكون. لا مش لما اكون ايه؟ لا مش لما انا اكون قلت العيب يبقى تقول لي عيب يا حجاج. ايوه عيب لما تقول الكلام عليا انا. طب تصدق بالله انه عيب انك انت تتفرج علينا الناس لان انا ما جبتش سيرتك اصلا. لا انت جبت سيرتي. انا مش عارف اتكلم اساسا في الحلقه. انا اساسا مش عارف اتكلم في الحلقه. ليه يا حجاج؟ منك. ايوه منك. يعني انت دلوقتي بتتهمني وبعدها كمان هتكلمني بالاسلوب ده؟ ايوه. ليه يا حبيبي؟ ايوه كده. ليه يا بابا؟ في ادب وفي اخلاق. ما نتكلمش على وسط. يا حجاج انت هتعلمني الادب. انا ما جبتش سيرتك اصلا. ما نتكلمش على وسط. لا ما تقوليش هتكلم عن الوسط ولا هتكلم عن الوسط زي ما انا عاوزه. لا ما تتكلميش على الوسط. ازاي يا حجاج؟ مش من حقك تتكلمي على الوسط. ومش من حقك تقولي انك اعلى من هنيدي. اهو كلمه. ايه ينفع انا اقف لك كده؟ انا اعلى من هنيدي. عيب يا حجاج. انت اعلى من مين؟ لا حول ولا قوه. بقول لك ما توجهنيش في كلامي لان انا مش بوجهك في كلامك. امال ايه بتتكلمي في مين؟ مين قال لك ان الكلام عنك اصلا؟ ايوه الكلام عليا. بقول لحضرتك بنتكلم في فاصل عام. وما تشوحش كمان بايدك. انا ما انا بتعمل تزعلني في مكاننا. ما انا اتكلم معاك ازاي ما تشوحش. انا بقول الكلام ده. نعم وريني. نعم نعم. في يا حجاج؟ نعم وريني. اه منطقي. ايه اللي انت بتعمله يا حجاج ده؟ انزل يا استاذ شريف بقى. شوف لنا بقى المسخره اللي بتحصل دي. انا على فكره مفزوعه انك انت تفكر ان انا بتكلم عليك. ليه يا حجاج؟ بتكلم عليا؟ ليه؟ بتكلم عن الوسط. اتكلم عنك ليه؟ ما تتكلميش على الوسط. ما توجهنيش. مش من حقك. لا من حقك. مش من حقك. من حقي اوجهك. زي ما انا مش من حقي اعقب على كلامك. تعقبي على هو ايه؟ هو ده الاحترام. ما اعقبش على كلامك. تعقبي على ايه؟ يا سبحانك. تعقبي عليه عليا. والطور تقولوا احلبوه. سبحانك. انا اعقب عليكي. انا راجل اكبر منك واقدم منك في الوسط. تقوم تهزقني. لا مش بهزقك. انت اللي هزقتيني وقلت عليا قرود. مين اللي الوسط قال؟ الوسط اللي انت شغاله فيه. انت مش شغاله في جبلايه. انت مش شغاله في جبلايه. انت هتعلمني في الادب والاحترام؟ لا مش الادب والاحترام بس انا بعلمك. انت هتعلمني انا اتكلم ازاي؟ بص اقول لك حاجه. لو سمحت. لا اقول لك حاجه. لا 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 انا رافضه انك تمسك ايدي. معلش 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 مش معلش معلش. لو سمحت يا استاذ حجاج. وايه ده يا اخوانا؟
الدنيا وقعت وانا ماشي مش ملاحق وحد شايف وطلعت لي صوتي وجرحت وعمال اقول لا ده مش حجاج يا اخوانا، ده مش حجاج، ده مش اداء حجاج، دي شخصيه جاي بيها بيمثل شخصيه في استوديو او في بلاتو جاي مع الشخصيه، ده مش حجاج، ده انا لسه مصورين مع بعض ما كانش كده، ايه اللي حصل له؟ يا نهار انا متفاجئ طبعا، انا لا احسن من هنيدي ولا احسن من محمد سعد ولا طلعت زكريا، دول اساتذه واخواتي وحبايبي ومش ممكن ابدا اتكلم. ايدي يا بابا ليه؟ وايدك يا حبيبي ليه كده يا حبيبي ليه كده؟ انا بس عايز منك حاجه صغيره قوي. ده مش حجاج يا اخوانا، يا ايناس الاداء ده مش حجاج. يا ايناس اولا انا عايز ارحب بيكي مره ثانيه، ولكن في برنامج ثاني خالص غير اللي انت كنت فيه، انت ضيفه في برنامج رؤيه. احنا برنامجنا اسمه خارج نطاق الخدمه. لا يا راجل. طب والتقديمه؟ لا ما انسي تقديمه، وانا قعدت بره اقول لهم ايه رؤيه ده، احنا بنقدم حوار عن كتاب عن مجله عن ده ايه بالظبط؟ لا 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 شايفه الكاميرا دي او كرين ده ايهما اقرب لقلبك؟ قولي للناس اللي بتتفرج على حلقتنا النهارده من خلال الاي ار تي مشاعرك في الحلقه دي كانت عامله ازاي؟ يا اخوانا انا اندهشت جامد جدا، اولا دي مش تصرفات حجاج عبد العظيم اللي احنا نعرفها كزملاء، ولقيت نفسي وانا قاعده مع نفسي بعد ما خرج عماله اقول لكريم لا 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 حجاج اتغير، ده احنا لسه شغالين مع بعض، لا 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 قريب ما كانش اداؤه كده، هو بيتكلم كده ليه؟ ايه ده ايه ده؟ هو خد قلم في نفسه بالمنظر ده؟ ده عمره ما كان كده الراجل، لا ده حجاج ده حجاج حجاج. ولو سمعت ما تمسكش ايدي، لو سمعت ما تمسكش ايدي. لا على فكره حلقه جامده جدا ومقلب سقع، هذا ما يطلق عليه مقلب سقع. ميرسي يا ناس، انا اللي كل سنه وانت طيبه ونورتنا الحلقه. بس والله كنت حاسه على قلت انا كنت هتتخنق. استنونا استنونا بكره هنيجي وهتشوفونا، لا تقول سلم ولا تعبان، حلقاتنا اشكال والوان، عند الكوه في اي مكان، نفسي معاك نه 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 نه، خارج نطاق الخدمه نه نه اثبت